وقفنا وقفة احتجاجية، هي رسالة لأخوتنا المسؤولين. هذا الشارع طبعا احنا قعدنا 7 سنوات وهو مغلق على شوفي، ونضلنا 7 سنوات وصار عندنا إصابات وشغلات كثيرة جدا، أجلنا نفتح هذا الشارع. الآن بعد ما فتح الشارع أصبح بدل ما يكون نعمة صرنا نشعر أنه نقمة بسبب عدم اللي هو تعبيد الشارع هذا. احنا طبعا المجلس القروي عندنا طالب أكثر من مرة، خاطب جميع الجهات من أجل تعبيده وأهمية الشارع هذا، بأنه مش شارع لشوف لوحده، وشارع أصبح شريان حياة لطول كرم. فيعني مستغرب انا لحد الان ليش لحد الان في تلكؤ في تعبيد هذا الشارع. طبعا في يمكن شفت رسومات، حاولت اعبر في بعض الرسومات انه عندك 3 خيارات هون، اما انك تقع في حفره ينفجر العجل، او انك تهرب من الحفره تخبط في سياره، وحقائق اللي بحكيها مش مجرد كذا، او تهرب من السياره تقع في الشارع. يعني انا قبل يومين اخذت مصاب، يعني واحد واقع ومره واقع ومكسوره ايدها من الطريق نفسه، يعني تقريبا يمكن كسر الضعف، لا انا قادر اسرع ولا قادر اخفف مشان الاصابه. فاحنا طبعا هاي هي مجرد رساله بنوصلها للاخوه، لانه تعودنا انه لازم تعمل فوكس على الشيء، تعمل يعني اشهار للشيء حتى يهتموا فيه. الوضع لم يعد يحتمل من ناحيه تجاريه، من ناحيه اقتصاديه، طول كرم نفسها تجار طول كرم ساليهم شو الوضع، بدل ما يلفوا اخوتنا في الداخل الخط الاخضر يلفوا 30 كيلو صاروا مركم من هون. الحركه الاقتصاديه في طول كرم ازدادت اضعاف مضاعف، يعني استحق هذا لو حسبناها ماديا اقتصاديا استحق هذا الشارع انه يتعبد. فنرجو من جميع المسؤولين النظر له باسرع وقت ممكن، وبدناش احنا طبعا مش من الناس مسكر الشوارع ولا نغلق الشوارع اطلاقا، ولكن بعد هذه الرساله احنا ممكن نصعد في الاعتصامات، او في خلينا نقول الرساله تكون اشد، واحنا يعني عندنا ثقه في مسؤوليننا انه مش راح ينقصروا ولا يتاخروا. الوقت من اجل شارع عزبة شوفي، يعني للاسف الشديد صرنا مخاطبين يعني كل اكثريه المسؤولين الموجودين في المحافظه، من محافظ، من وزارة الأشغال، من الحكم المحلي، من البلدية، من الغرفة التجارية، طبعا كلهم يعني احنا حكينا أكثر في هذا الموضوع أكثر مرة. هذا شارع حيوي، يعني كل إخواننا عرب 48 بفوتوا منه، يوم بتصير في حوادث سير فيه، شارع يعني صعب جدا، ألوف السيارات بتدخل من هذا الشارع، وللأسف ما حدا عم بتجاوب معنا، يعني فاضطرينا لهذا العمل انه نغلق الشارع لحتى المسؤولين انهم يشعروا في اللي احنا بنشعر فيه. يعني انا سيارتي صار مرتين مكسور المراي اللي على الشمال عندي في هذا الشارع. لو انت يعني نضل يعني ما خليناش، ناشدنا خطيا وناشدنا في التلفون وحكينا مع المسؤولين، يعني شو بيستنوا؟ يعني شارع كان مغلق عشرات السنين من قبل الاحتلال، احنا بعيدين عن المستوطنه مئات الامطار، يعني روح اتفرج على المستوطنه بتلاقيها جني، احنا هالشارع هذا مش عارفين يزفتوا لنا اياه، يا اخي ركعوا لنا اياه على الاقل مؤقت، يعني هذا الشارع انفتح، المفروض الكل واقف الى جانبنا وساعدونا في تعبيد هذا الشارع، يعني لو انت هذا الحكي.